أنا يعني موجودين كوفد من نقابة المحامين بالمنوفية يعني في لقاء مع السيد النقيب العام. إحنا بندعم الموقف النقيب العام وموقف النقابة العامة من منع قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق من أبناء التعليم المفتوح. ده موقف النقابة والنقابات الفرعية وموقف المحامين عموما، وأي قرار اللي صادر في هذه المسألة قرار يعني أشبه بقرار جمعية عمومية وليس قرار نقيب المحامين وحده ولا موقف النقابة العامة وحده. ده موقفنا كلنا، احنا داعمين لموقف النقيب العام ومؤيدين للقرار، وإن شاء الله احنا جايين نعلن هذا الموقف هنا، وهنبقى إن شاء الله موجودين في حشود من المحامين سواء من المنوفية أو باقي الجمهورية في يوم 15، لأنه المقدم للمحاكمة ليس سماع عاشور نقيب المحامين، إنما كل محامي مشتغل بيعتبر إن هذا الحكم صدر ضده وفي مواجهته، وإحنا في الحقيقة هنبقى في مواجهة هذا الحكم كلنا باعتبار إن هذا أمر يهم جموع المحامين، يهم المشتغلين، الحفاظ على نقابة المحامين أن تكون فقط للمحامين المشتغلين دون سواهم من المحامين الحاصلين على ليسانس الحقوق بأي صيغة أخرى وبأي مسألة أخرى. إذا قبلت النيابة العامة أن يكون من ضمن أعضائها الحاصلين على التعليم المفتوح هنقبل في نقابة المحامين ده، إذا قبلت كليات الحقوق أن يكون أحد المعيدين فيها الحاصلين على التعليم المفتوح هنقبلهم في نقابة المحامين. نقابة المحامين تعتبر نفسها على قدم المساواة مع الهيئات القضائية ومع المعيدين في الجامعات في كليات الحقوق المختلفة. احنا موقفنا واحد وعلى قدم واحد، واحنا شركاء في تحقيق العدالة، ولا يمكن للشريك ان يقبل انه يكون على اقل من هذه الشراكة اللي بندعم فيها المحامي المشتغل وندعم فيها المحامي الحاصل على ليسانس حقوق بشكل دراسة جيدة، لان ده امان للمجتمع نفسه انه يكون اللي بيدافع عنه على درجة من الكفاءة والكفاية اللازمة لتحقيق مهمة الدفاع الأساسي. سامع عاشور، طبعا احنا نعلم جميعا المجهود اللي بيقوم به الأستاذ سامع عاشور في التصدي لمشكلات التزايد العدد في جدول المحامين، سواء كان بغير المشتغلين أو كان الدخلاء علينا اللي هم الجامعة المفتوحة، وبصراحة هو النقيب فاتح صدره للنار لوحده للتصدي للمشكلة دي والتزايد العدد ده، واحنا وبناء عليه كل الناس تهاجم النقيب، واحنا كلنا ورا ظهر النقيب، لان النقيب بيدافع عن كل محامي شغال وكل محامي بيأدي دوره، وبالتالي الازمه اللي هو فيها النهارده والحكم اللي صادر، الحكم الظالم اللي صادر ضده، فاحنا جايين نبايعه ونشد من ازره ونقول له كلنا سامع عاشور وانت الهرم الاكبر بتاع النقابه، ولابد ان احنا كلنا نكون وراك، كلنا على قلب راجل واحد، وان شاء الله يوم 15 ان شاء الله واحد تكون براءة نقيبنا الكبير الأستاذ سامع عاشور في تلك المهنة، في تلك المحنة التي بيمر بيها، ولما الأستاذ سامع عاشور يبقى في محنة كلنا نكون على قلب راجل واحد، وخاصة أنه هو الراجل واقف لنا كلنا ولصالحنا كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. على أعلام عضو مجلس نقابة محامي المنوفية عن الشباب والمتحدث الرسمي باسم أعضاء شباب الجمهورية، جئنا مع وفد من محامين المنوفية للسيد النقيب العام لنؤكد على أن معركة منع قيد التعليم المفتوح هي معركة جموع محامين مصر، وأننا جميعا خلف النقيب العام لنؤكد على أن نقابة المحامين وحدها صاحبة السلطة في تنقية الجداول وضبط جداول نقابة المحامين دون غيرها، ولنؤكد أن منع قيد التعليم المفتوح هي معركة جموع محامين مصر وليس المحامين المنوفية فقط، ولنؤكد أيضا على أن مجلس نقابة المنوفية قد اتخذ قرارا بأن تأييد النقيب العام في كل ما يخص منع قيد التعليم المفتوح، وأنه أمر كما أكد السيد نقيب محامي المنوفية دونه الرقاب ولن يمر إلا على جثث المحامين عموما، وأننا جميعا خلف النقيب العام في هذا الموقف. مجيب مصطفى محامي من المنوفية. والله إحنا كلنا اجتمعنا هنا علشان نأيد القرار الرافض لتسجيل التعليم المفتوح في عضويات نقابة المحامين بناء على قرار صادر قبل كده. جامعة المنوفية تم أخذ رأيها في التعليم المفتوح، وأشار مدير التعليم المفتوح، وكان الكلام ده على الهواء في التلفزيون، أن التعليم المفتوح مجرد محو أمية للراغب في التعرف على معلومات زيادة. لكن أنا مش هقارن طالب بيدرس القانون الإداري في 2000 صفحة ولا 3000 صفحة بيطالب خد في 50 صفحة على مدار ترمين 2 وديله شهادة وارجع احطه ده ثابت
رأي مدير التعليم المفتوح ثابت بأن القضاء نفسهم وكلاء النيابة ما بياخدوش بالتعليم المفتوح، ما يقدرش يدخل الحصل على التعليم المفتوح ويقيد في النيابة العامة ولا يقيد فيه وبالتالي يوصل لمنصة القضاء أو في أي جهة تانية، هو مجرد شيء اتعمل ما نعرفش إيه الغرض منه، الدولة عملته إيه الغرض منه أو لمصلحة مين تم تعليمه. لا، كانت الدولة اعترفت من الأول إن هو تعليم مفتوح محو أمية أو إنه شهادة، يبقى شهادة كاملة الدراسة مش شهادة ناقصة.